مناقيش الزعتر لمريض السكر لكيتو دايت. نطحن 1 كوب من السمسم 150 جرام، نوضع قليل من الملح وبكربونات الصودا نص ملعقة صغيرة، نطحنهم مع بعض. ماء ساخن ثلث كوب 80 جرام ثلث كوب، نفس الكوب نستخدم لنفس الوصفة. نوضع على ورق زبدة، ممكن نسكبه في القالب أو بشكل عشوائي. نخلط الزيت الزيتون مع الزعتر، كمية هي اختياري، وبنسكب وممكن نوضع خضار عليه، طماطم أو فطر حسب ذوقكم. نوضع الجبن وممكن بدون جبن. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل في الرف الأوسط تقريبا بياخد 15 دقيقة، 200 درجة مئوية. لازم نرقبها يعني مثل الخبز بنخبز، وهيك بنقدمها. أكثر من روعة، في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم في الغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. كتير سهلة وبسيطة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.